أقدمت مجموعة مسلحة صباح السبت على تصفية أحد المواطنين وسط مدينة تعز. وذكر شهود عيان لوكالة خبر أن مجموعة مسلحة على متن سيارة معكسة فتحت نيران على سائق دراجة نارية واردته قتيلا على الفور. وبحسب شهود فإن المجموعة أقدمت على قتله بسبب تأخر سائق الدراجة النارية في الابتعاد عن طريقهم في ديولكس تعز.